متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. الكشف الرسمي من قبل وزارة السكن والعمران عن التصميم النهائي للمركب الرياضي الجديد في ولاية بشار، والذي تم اليوم وضع حجر الأساس فيه من أجل انطلاق العمل وبناء هذا المشروع، والذي تم الاتفاق على مدة 36 شهر لإنجازه. الشيء المثير للاهتمام هو التصميم العالمي والراقي لهذا الملعب، والذي هو مستوحى من الرمال وهي ثقافة ولاية الجنوب، وكذلك من تاريخ وأصالة ولاية بشار. الصور التي هي أمامكم توضح هذا التصميم النهائي، والذي يوضح لنا أن هذا الملعب عبارة عن مركب رياضي، ملعب لكرة القدم تشاهدونه أمامكم بتصميم عالمي ورائع، يتسع لقرابة 25,000 مقعد، وهو ملعب مغطى بالكامل باللون الأصفر والذي يشير إلى الرمال، إضافة إلى ملعب مخصص للتدريبات ولألعاب القوى وهو الواضح أمامكم، إضافة إلى مسبح شبه أولمبي موضح أمامكم بزخرفة رائعة جدا، وكذلك قاعة متعددة الرياضات. هذا التصميم الذي هو مستوحى من ثقافة ولاية بشار ومن ثقافة صحرائنا الكبيرة، يعبر عن فخامة هذا الملعب العالمي الذي هو يظهر أمامكم في الصورة بتصميم راقي وعالمي. حتى في الليل يمكنك أن تشاهد ألوان الراية الوطنية في الملعب، وهذا من الأشياء الإيجابية. الملعب يتواجد به كل الأمور التي تحتاجها الملاعب العالمية، من مرآب مخصص للسيارات وكذلك مسبح شبه أولمبي، إضافة إلى قاعة متعددة الرياضات وملاعب مخصصة للتدريبات. كل هذه الأمور تجعل من هذا المركب العالمي سيكون من أحسن الملاعب التي سيتم بناؤها في الجزائر وستكون في الجنوب الجزائري. فهنيئا لولاية بشار بهذا الصرح الرياضي الكبير. القاعة المتعددة الرياضات التي تظهر أمامكم هي بسعة تبلغ 400 مقعد، وهي قاعة تستوفي كل الشروط الدولية من أجل احتضان أي مباراة، بالرغم من صغر حجم المدرجات، ولكن تبقى قاعة بمواصفات عالمية، إضافة إلى المسبح الشبه أولمبي والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1200 كرسي، وكذلك يستوفي كل الشروط الدولية، أين يمكن فيه ممارسة أي رياضة مائية مبرمجة في هذا المسبح، وهذا من الأشياء الإيجابية. فهنيئا لولاية بشار بهذا الصرح الرياضي العالمي الذي نفتخر به وبجودة تصميمه، والذي صممت شركة المكلفة بالدراسات وهي إيكار، وهي شركة تركية، وهو مكتب دراسات تركي هو من أشرف على هذا التصميم العالمي الذي حقيقة نفتخر به ونتمنى أن يكون حسب ما هو موجود في الصورة، خاصة وأن شركة ديكنيسان التركية هي من ستتكفل ببناء هذا الصرح الرياضي الكبير في ولاية بشار. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن التصميم الرائع للمركب الرياضي الجديد في ولاية بشار. أنتظر آراءكم عن هذا المركب في التعليقات أسفل الفيديو. دائما إخواني، قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وهذا ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.